وعلى ام كشري فاكر ان احنا ساعه نجيبك. اركب اركب يا ميزو. قول يا ابو فياض. عمر ازاي لقيت الطياره دي عند حمام السباحه؟ يا لهوي انتوا مين؟ خلاص يا ولية مش عايزين نسمع صوتي. يخرب بيوتكم انتوا مين عاوزين مني ايه؟ يا لهوي يا ام كشري. ايه ده؟ هي راحت فين؟ ما اعرفش. تسالني انا اسال نفسك. اسال نفسي؟ مش كانت موجوده هنا امبارح؟ اكيد عمر اللي جه وخرجها يا كوتا. جه وخرجها ازاي؟ دي اختفت. ما لهاش وجود في المكان كله. لو عمر اللي خرجها زي ما انت بتقول يبقى كده مش هيدينا رمضان ولا هنشوفه تاني. لا يا كوتا هنجيب رمضان. هنجيبه ازاي؟ هنجيبه يا كوتا. هنجيبه عمر ونقعد معاه وخليه يحل معاه ورجع لنا رمضان يا كوتا. عمر الزير لو كان هيحل كان حل من الاول. لكن هو مش في دماغه الحل. امال ايه؟ هو كان عايز ياخد امه وياخد رمضان وعمل اللي هو عايزه. عمل اللي هو عايزه؟ انا عندي حل كويس. ولا تقول لي ولا اقول لك، انا عندي حل كويس. احنا دلوقتي هنخطف عمر الزير وهننزل عليه ضرب لحد ما يقول لنا رمضان فين، مفيش حل تاني غير كده. هنخطف. وانا عندي حل كويس وعندي طريقه كويسه نعرف بيها هو فين بالظبط. ماشي. ولو هو اللي اخد ام كشري وما رضاش يدينا رمضان مش هيطلع على الدنيا دي تاني. ينسى اللي هو يشوف نور الشمس. انا بقى ساعتها هتصرف معاه بطريقتي. بصوا يا شباب، المفروض دلوقتي عمر الزير هو اللي بدا معانا وخطف رمضان مننا، بعد كده احنا خطفنا امه علشان يجيب لنا رمضان. جينا دلوقتي الاوضه اللي احنا كنا مخبيين فيها ام كشري، ام كشري ملهاش وجود. انا عايز الناس كلها تقف جنبنا النهارده وتدوس لايك دلوقتي. اللايك بتاعك بيفرق معانا جدا. الكل دلوقتي يدي لايك عشان الدنيا كلها تشوفنا. والله العظيم عمر الزير هو اللي بدا معانا وهو اللي خطف رمضان، واحنا هنعمل اللي علينا وهنجيبه وهنتكلم معاه دلوقتي بالعقل، نشوف العقل هينفع معاه ولا مش هينفع معاه. بس قبل ما نتحرك من هنا اللايك بتاعك بيفرق معانا. دوس لايك دلوقتي عشان ربنا يكرمنا في اليوم ونعرف نرجع رمضان ونكلم عمر الزير بعقل. لو العقل ما نفعش معاه هننزل عليه ضرب لحد اما يقول لنا رمضان فين وازاي جه لحد هنا واخد ام كشري. وهشوف الحل اللي ينفع يتعمل وهعمله دلوقتي. جاهز يا بطل؟ جاهز يا كوتا. لازم نجيب رمضان يا ميزو. هنجيبه. يلا يا بيكا. يا رجاله لازم نجيب ام كشري النهارده وكوتا مش هيشوف رمضان تاني. مين اللي بيرن عليك؟ ابو فياض يا كوتا. ابو فياض؟ اه. ابو فياض عايز ايه؟ اهدى بقى. يا ميزو. يا ابو فياض. اقول لك يا ميزو. قول يا ابو فياض. عمر ازاي لقيت الدوره دي عند حمام السباحه؟ تسلم يا ابو فياض. حبيبي يا ابو فياض. يرد لك في الافراح ان شاء الله يا واحد. تسلم يا ابو فياض. سلام. احنا دلوقتي هنروح وانت هتنزل تحطه في العربيه ونجري بيه على طول. مت بسرعه بسرعه. عمر الزير اهو. ابو فياض كلامه صح. نحطه في العربيه ونجري على طول. استنى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعال انت كنت تجري. تعال وعلى ام كشري فاكر ان احنا ساعه نجيبك. اركب اركب يا ميزو. لو اتكلمت هحطك تحت العربيه. اوعى يابا. اوعى يابا. رايح فين يا كوتا؟ رايح فين؟ بتاخد امك وفاكرني مش هعرف اجيبك؟ ماشي. اوعى يا كوتا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا كوتا مش عايز اسمع صوتك. الحق عمر مش موجود. هنعمل ايه؟ مفتاح في المكان. هنعمل ايه؟ ترك. اوعى يا اوعى. انسى اللي انا سيبك. انسى اللي هو اتساب اصلا. بقول لك يا مصطفى ما تدورش على عمر الزير علشان انا خطفته في الاوضه اللي كان خاطف فيها رمضان وانت مش هتشوفه تاني. تعالى. انت فاكر لما تاخد امك وتخبي رمضان انا كده هحلك؟ تعالى دخلني جوه هنا. انا ما خدتش امي يا كوتا. ما خدتش امك. اوعى كده. خش. فين كوتا؟ ام كشري. فين يا كوتا؟ ام كشري. اوعى كوتا. اوعى. فين؟ انت اخدت ام كشري ازاي؟ ما خدتهاش والله. وازاي عرفت اللي هي في الاوضه اللي هنا؟ ما خدتش ام كشري. اوعى كده. اهدى يا ميزو. ما خدتهاش والله. استنى يا ميزو ما تكلمش انت. امال ايه اخدت ازاي من الاوضه؟ والله يا ابني. ميزو حاسب يا ميزو. والله ما خدتها. قول لي. يعني ما خدتهاش امال مين اللي اخدها؟ انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ ام كشري فين يا عمر؟ انا اللي اسالك كنت امي فين؟ ام كشري فين يا عمر؟ مش هعيدها تاني. ميزو امي كانت معاكم.
لا ولا مكان معاه يا جدعان. وانت اللي بتدي الغلط. استنى يا ميس، رمضان معايا. ام الكشري فين؟ فاكر الفيلم ده هيخش علينا؟ فيلم ايه؟ والله ما بعمل فيلم ولا حاجه. ام الكشري فين يا عمر؟ مش ولا تاني. وربنا ام الكشري معاكم. خلاص ام الكشري مش معانا دلوقتي، ادينا رمضان وانت دور على عمك بعيد عننا. يعني ايه ادور على عم بعيد عنكم؟ انا كنت مخبي امك هنا. فكني فكني يا عم. هناك ما لقيتش امك. فكني رمضان معايا. فكني يا كوتا، فكني فكني يا كوتا. نشوف امي راحت فين مع بعض يا كوتا. نشوف امك؟ اه يا كوتا يلا. رجع لنا رمضان الاول. هرجع لك رمضان يا كوتا، بس اهم حاجه ام الكشري ترجع. يا كوتا كده الموضوع كبر يا كوتا، وسع مننا. اسمع الكلام يا كوتا، يلا نشوف ام الكشري راحت فين. ايه ده كوتا بعد رساله؟ سمعني كده؟ ما تدورش على عمر السنين علشان انا خطفت في البيت اللي بنخطف فيها رمضان. لازم نروح بسرعه. تعال الحق ده جوه. يلا ما تفكوش يا كوتا. لازم افكه يا ميزو. بقولك ما لازم افكه عشان نجيب رمضان. اوعى بس كده، اوعى كده، اوعى بس 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 كده، انت مش شايف هم جم عملوا ايه؟ كوتا كوتا استنى كوتا بقى عشان نشوف الموضوع بتاعنا ده. تعالى يا كوتا. ماشي يا جدعان. عمى دلوقتي يا كوتا انا امي اتخطبت وانت اللي كنت خاطفها. الوقت امي مش ظاهره بسببك يا كوتا. انا عايز ام كشري. انت اللي فريت الموضوع ده كله من الاول يا عمى. بس بقى انتوا اللي ترجعوه. بقول لك ما تتكلمش معايا عشان ما تتكلمش. لا 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 رجالة ثواني. رمضان هديهولك. رمضان مدحت هديهولك. ماشي. ام كشري هرجعها مع بعض. وايه اللي يضمن لي ان انت هترجع لي رمضان؟ انا هجيب لك رمضان لحد عندك يا كوتا. بقول لك ايه يا عمر، مش هجيب حد. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ استنى يا ميدو. استنى كده. بس هو بعد اذنك يا عمر خلي الرجالة تعمل كده بعدين. اقعد بقى يا عم ساكت بقى. اقعد بقى يا عم ساكت بقى. ماشي يا عمر. انا معاك. هنروح دلوقتي علشان نجيب رمضان. بس افرض واحنا بنجيب رمضان انتوا كترتوا علينا ومسكتونا مع رمضان. مش هيحصل يا كوتا. انا بقول لك امي مخطوفه دلوقتي يا كوتا. يلا بقى مع بعض كده نجيبها دلوقتي. هناخد رمضان الاول يا عمر. هجيب لك رمضان. هجيب لك رمضان. يلا يا رجاله. يلا يا رجاله. استنى واحده بس الاول يا عمر. استنى الحقني يا عمر. خطفنا يا واد يا منال انا والواد رمضان. الحقنا بسرعه يا كوتا. الحقنا يا كوتا. انا اتخربت انا وام كشري. الحقنا بسرعه. اتصرف بقى يا كوتا. ده رمضان اتخطف مع ام كشري. اتصرف بقى يا كوتا. اتصرف ورجع لي امي دلوقتي. ورمضان اللي مخطوف معاها ده. يلا يا كوتا هنروح هنرجعهم الاثنين مع بعض دلوقتي. لا كلنا يا جدعان ثانيه، في حد بيلعب عليها لعبه كبيره. ام كشري اتخطفت ورمضان اتخطف. يلا يا كوتا. يلا يا كوتا. ايه هنروح نجيبهم منين؟ يلا انت عارف المكان ده فين؟ هنتصرف. انا ما اعرفش هو فين المكان، بس انا قاعد افكر. هنتصرف بقى. هنتصرف ازاي؟ اتصرف كله. ورقه انت السبب يا عم. هنعمل ايه يا واد يا منيل؟ ايش عرفني انا؟ مش ابنك اللي خطفني وعامل كده من الاول؟ ابوك يخرب بيت ابوكوا. انت وليه كوتا؟ انا عندي الحل يا كوتا. حل ايه يا عمر؟ وهنتصرف ازاي في المشكله دي؟ مالكش دعوه يا كوتا، انا اعرف اتصرف. بس خليك انت والرجاله يا عم. انت خليك خلاص مش معايا يا جدعان دلوقتي. ماشي يا عمر، احنا كلنا معاك وفي ظهرك. تمام يا كوتا. انا عايز اشوف انت ازاي هترجع رمضان وهترجع ام كشري. هوريك يا كوتا كل حاجه بعينك. ماشي يا عمر. بصوا يا شباب، المفروض دلوقتي في حد خطف ام كشري وخطف رمضان، واحنا مش عارفين هو مين. عمر الزير بيقول اللي هو هيعرف الحد ده مين وهيرجع رمضان وام كشري، واحنا كلنا في ظهر عمر الزير لحد ما يرجع رمضان وام كشري. اهم حاجه كل دلوقتي يدي لايك وانتظروا الجزء الرابع هينزل عند عمر الزير. الجزء الرابع اللي هينزل ده واحنا بنرجع ام كشري ورمضان ان شاء الله. وريني بقى رجولتك يا بطل، ورينا هترجعهم ازاي. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. يلا بينا. يلا.